من دبي محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنو. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية، لاحظنا التراجع في أداء الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتقريبا يعني نوعا ما مستقرا في المناطق الحمراء. أهلا بك. بالفعل كان هناك تراجعات في مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أسبوع، وذلك مع عودة شهية المخاطر وخصوصا مع صعود أسواق الأسهم الأمريكية التي أنهت يوم الجمعة على ارتفاعات قوية المرتبطة، يعني كل يعني شهية المخاطر بالنسبة للأسواق الأسهم والعملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي شهدنا عليها ارتفاعات، وذلك بسبب يعني المخاوف من أوميكرون أصبح أخف وطأة من شدة الفيروسات السابقة، فبالتالي نحن نرى أن الدولار الأمريكي هو يعتبر عملة الملاذ الآمن وقت الأزمات، فشفنا هاي التراجعات بسبب تراجع حدة المخاوف من أوميكرون. نعم. هذا من جهة، وهذا الذي خلى شوي نشوف المؤشر الدولار الأمريكي على تراجع، لكن من جهة أخرى نحن ننسى من الفدرالي الأمريكي وعم نشوف أنه كيف التضخم عم بيرتفع، وبالتالي أنه هناك توقعات أنه يكون بتجديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما يعني عم نتوقعه، بيكون حتى توقعات برفع أسعار فائدة 3 مرات خلال عام 2022 توقعات، وأيضا وشفنا كيف بلش أنه بتقليص برنامج شراء السندات، فلهذا السبب عم نشوف بعض التراجعات، لكن مع سياسة التجديد للسياسة النقدية سوف نشهد ارتفاعات للدولار الأمريكي فيما بعد. نعم، أي يعني كيف أثر هذه العوامل على أداء الذهب؟ لاحظنا ملامسة مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة، هل استفاد الذهب فعليا من هذا التراجع في أداء الدولار؟ نعم بالفعل صحيح. طبعا نحن نعلم العلاقة التي تربط الدولار بالذهب، فأي تراجعات للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا بيخلي أنه الذهب على ارتفاع، عم نشوفه فوق مستويات 1800 دولار، هي مستويات نفسية مهمة جدا. نحن لو تجاوزنا رح نشوف واستمرار للارتفاع، رح نشوف مستويات 1813، لو ثبتنا فوقها ربما نشاهد مستويات أكبر للذهب، لكن الذهب هناك يعني خفة حدة أوميكرون وانتشار أوميكرون، هذا عم بيخلي أنه ما نخلي أنه في قوة أكبر للذهب بالفترة السابقة، إلا إذا كان حصل إغلاقات اقتصادية وأثبت يعني تم يعني عكس ذلك بعودة الإغلاقات الاقتصادية، فهذا بيأثر بيخلي بيدعم أسعار الذهب، لكن مع تجديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ليس من مصلحة الذهب، ونحن نعرف أن الذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم، فهو يقع بين يعني واقع بجهتين مختلفتين، جهة متحور أوميكرون والجهة الأخرى هي تجديد السياسة النقدية، والتضخم عم نشوفه كيف عم بيرتفع، فكل ما كان التضخم بيرتفع هذا بيصب لصالح الذهب، لكن مع قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بتجديد السياسة النقدية والتوقعات بتجديد السياسة النقدية لن يكون من مصلحة الذهب، لكن ربما نرى على المدى القصير مع يعني لا إثبات رؤية أوميكرون ومدى انتشاره ويعني وهل سيكون هناك عودة للإغلاقات الاقتصادية أم لا يكون كذلك، سوف يلعب دور أساسي في تحركات أسعار الذهب فيما بعد. نعم، إذا نذهب أيضا للعملات الأسيوية تحديدا الين الياباني، لاحظنا بعض الإجراءات التي قامت فيها الحكومة اليابانية للحد من حالة الانكماش في الاقتصاد تحديدا البرلمان الياباني، كيف انعكس ذلك على أداء الين الياباني؟ بالنسبة للين الياباني احنا عم نشوف ارتفاعات للدولار مقابل الين الياباني، ونحن نعرف ان الين الياباني فرنك سويسري هي عملات الملاذ الآمن، وكيف شفنا التضخم عم بيرتفع باستثناء المواد الغذائية بارتفاع ب 0.15% على في شهر نوفمبر، يعني مقترب من مستويات المستهدفة للبنك المركزي الياباني هو 2%، ونحن شفنا كيف التضخم من قبل كان في
انكماش، لكن مع ذلك انه عم نشوف البنك المركزي الياباني انه التضخم ما زال ضعيف، وانه لا نيه لان يكون هناك تجديد للسياسه النقديه على يعني على غرار ما فعله مثلا بنك انجلترا او البنك الفدرالي الامريكي، فهذا بيشكل طبعا عامل الضغط على الين الياباني، يعني ما زال هناك استمرار لمزيد من السياسه التحفيزيه في الاقتصاد الياباني، لهذا السبب عم نشوف بعض الضغط على الين الياباني. نعم، لينا ماذا عن الليره التركيه التي يعني نوعا ما حاولت وايضا عوضت جزء كبير من التراجعات التي كانت قد شهدتها مقابل الدولار الامريكي، اذا هل هنالك المزيد من الارتفاعات في سعر الليره التركيه مقابل الدولار نتوقعه في القريب يعني العاجل؟ بالنسبة الليرة التركية بعد هبوطها ونزيف الخسائر الذي وصلت إلى مستويات تقريبا أكثر من 18 بالنسبة هبوط الليرة مقابل الدولار الأمريكي، فمع تدخل الحكومة التركية بضخ مليارات بالمليارات يعني لدعم الليرة التركية وخاصة بالنسبة للودائع المقومة بالليرة التركية، فهذا الدعم هو ساعد على يعني انه ارتفاعات شهدناها للليرة التركية، نحن عم نشوف انه كيف وصلت الليرة التركية تقريبا الى مستويات ال 11% امام الدولار الامريكي، يعني 10.99 تقريبا نحن عم نتحدث عن تراجعات بالنسبة للدولار مقابل الليرة التركية، فسياسة اردوغان عم تتجه انه دعم الليره التركيه في هذه الفتره بعد انهياراتها، لكن لا ننسى انه احمد انه التضخم ما زال مرتفع في تركيا، توقعات بان يصل التضخم في تركيا ل 30%، في هناك خفض لاسعار الفائده ما زال، وهذا اللي بيسبب انهيار الليره التركيه. تركيا بتعتمد على الواردات اكثر من الصادرات، فهل سياسته ستنجح؟ انا بتوقع انه السياسه اللي عم بيقوم فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هي سياسه مؤقته وعم تدعم الليره التركيه في هذه الفتره. نعم، محلله الاسواق الماليه لينا قنوع من إكويتي جروب كنت معنا، شكرا جزيلا.